What is the sound? قلنا الساوند خدناه الحصة اللي فات. It is a form of energy. إحدى صور الطاقة. وده that reaches. يصل إلى. Reaches يصل إلى. الإير الأذن. Causing hearing. يسبب السمع. يبقى ده صورة. على فكرة اللايت نفس القصة. What is the light? It is a form of energy that reach eyes. بس اللايت هيوصل العين eyes. Causing مسببا حاجة اسمها vision. وكلمة vision يعني الرؤية. لكن الساوند هو form of energy that reaches the ear causing hearing. مسبب السمع. ده الفرق. علشان نشوف الساوند بيظهر ازاي؟ قال الساوند بيظهر due to vibration of object. اي جسم بيهتز. اي جسم بيهتز يطلع عنده ساوند. الاكتيفيتي الراجل جاب مسطره هون على التيبل. حضرتك ممكن تعملها كده، تجيب مسطره على التيبل تمسكها كده وتبدا تهز هذا الطرف. الفايبريتنج اوف رولر بريديوس ساوند انرجي، يطلع صوت. تعال نشوف مع بعض الفيديو ده. الفيديو ده برضو بيتكلم على هو نفس القصه هون. ادي رولر متثبته هنا، وهبدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل فايبريتنج اهو، يطلع صوت. كل ما اعمل فايبريت اهو يطلع صوت. كمان مره. يبقى هنا برضو اي حاجه عندي دي اسمها تانينج فورك. خلي بالكم من الحته دي يا جماعه، دي اسمها تانينج فورك او شوكه رنانه. الشوكه الرنانه دي عباره عن ايه؟ عباره عن جزئين. انا اول حاجه هطرق هقوم هذه التانينج فورك واسمع، اقربها من سوق من وداني كده، هسمع الزنه دي معناها ساوند. طب الراجل جاب هنا الكرات من الفلين علشان يقول لي خلي بالك الصوت اللي طالع من هذه التانينج فورك سببه الفايبريشن. تعال نشوف كده مع بعض. ادي جايب التانينج فورك، هيبدا يعمل لها يتركها. طبعا يتركها يعني يخبطها يعني. اه جايب حته فلينه اهون او جلده كده او حتى على خشب عادي، وهيبدا يعمل ايه؟ يخبط فيها التانينج فورك. ده عباره عن خيط هيحط فيه الـ هذه الكرات الصغيره، ونشوف كده اهو. دي الكرات اللي هي الفلين، طبعا كلكم عارفينها اللي خارج بتجمع على الاجهزه. هعمل ايه هنا بقى؟ هبدا ان انا هو الراجل هنا بيحط الكرات ديت في خيط اهون، ويبدا يقربها بالتانينج. بصوا بصوا دي متعلقه بخيط اهو. هجيب التانينج فورك، سيبك من الرقم ده، ويعمل لها طرق اهو. راح تاني بصوا اسمعوا بقى، اسمع نتيجه الاهتزاز، ركز. ادي الصوت اللي طالع من التانينج فورك. هنا الشوكه بتهتز، طول ما في صوت الزن ده يعني تهتز اهو. هتاكد اذا انها تهتز، هروح اقربها من الكورك الفلين اهو. ركز، شوف ده معناها ان الشوكه دي بتهتز اهو. بص 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 شوف، لانها بتهتز. فعايز يقول لي ان اي ساوند ينتج نتيجه اهتزاز الاجسام. اي جسم بيهتز ينتج عنه ساوند. لو توقف الجسم عن الاهتزاز يتوقف الساوند. ده انا حتى هقول لك حاجه، هقول لك حاجه ممكن سيادتك تعملها. انت لو جبت مثلا اي كاسيت او اي موبايل فون وحطيت عليه ورقه وخليته يطلع موسيقى قويه وتعلي الصوت، وتحط ورقه وتحط فوق الورقه دي فوق الموبايل، وبعدين تحط اي حبيبات رمل على الورقه دي، هتلاقي حبيبات الرمل عماله تهتز. ايه ده؟ قال لك لان الساوند اللي طالع من هذا الموبايل يؤدي الى فايبريتنج اوف اوبجكت. انا عايز اطلع من هنا بايه؟
بان ساوند اهو اللي انا هحفظه بقى الكونكلوجن ساوند از بروديوسد يعني الساوند الصوت ينتج او اوريجينيتد وكلمه اوريجينيتد يعني ينتج due to vibration of object يبقى الساوند الصوت ينتج originated ينشأ أو ينتج due to نتيجة إلى vibration of object اهتزاز الأجسام يبقى ده الساوند. طب أنا عايز أقول لك حاجة, أنا الساوند اللي أنا طلعه دلوقتي يا سير هو نفس القصة؟ قال لك آه طبعا طبعا نفس القصة. إزاي؟ أقول لك إزاي. أنا عندي الأحبال الصوتية اللي هي الفوكال كورس, او احنا قلنا ايه لارنكس. فاكرين يا جماعه لما كنا بناخده الريسبيراتوري سيستم قلنا عندي ثورنكس وعندي حاجه اسمها لارنكس. لارنكس اللي هي الحنجره. الحنجره فيها احبال صوتيه, لما انا بتكلم الصوت الهواء بيخرج من الحنجره يخبط في الاحبال الصوتيه بتاعتي تبدا تهتز وينتج الصوت. وقلنا التانج, فاكرين التانج, وقلنا speech organ هو اللي بيحول لي هذا الصوت بتاع اللارنكس الى understanding او understanding voice اصوات مفهومه. هو ده يا جماعه الفكره بتاعت الساوند. يبقى اي ساوند بينشا نتيجه vibration of object. تعال نشوف كده ال في حد عاوز يسال, نشوف الاول. نكمل. يبقى اخر حاجه وصلنا لها ان الصوت بينشا نتيجه vibration of object. اي object بيهتز ينتج صوت. توقف الاوبجكت عن الاهتزاز يتوقف الصوت. حتى سيادتك لما تيجي تبص كده على المروحه اللي في السقف دي, طول ما بتلف كده تطلع صوت. اول ما توقف المروحه الصوت بتاعها يقف. ليه؟ لأن الصوت ينشأ نتيجة vibration of object. And the sound stop if the vibrating أو object stop vibration. يبقى طول ما الأوبجكت بيهتز بينتج صوت. يتوقف الأوبجكت عن الاهتزاز يتوقف الصوت. هنفتح مع بعض بقى بيج, دي مش مسجلة عندي آسف, يعني بيج 107 فوق خالص. learn read and learn examples to prove that the sound produced due to vibration of object. يعني ايه examples؟ امثله تؤكد ان الساوند ينشا نتيجه اهتزاز الاجسام. يلا مع بعض نشوف كده ايه الايه الاكزامبلز دي. When you touch your larynx, شوف الراجل بقى حلو قوي الحته دي. سيادتك حط ايدك على الحنجره بتاعتك كده واتكلم. الصوت اللي انت بتتكلمه كده هتحس باهتزاز اللارنكس على ايديك. When you touch your larynx during speaking, اثناء التحدث, you find that it move, هتحس باهتزاز هذا اللارنكس. And vibrate produce the sound. يبقى نتيجه vibration of larynx والفوكال كوردز بتاعتك الاحبال الصوتيه بتاعتك لما تهتز على طول بينشا صوت. يبقى هنا الصوت ينشأ نتيجة اهتزاز الأجسام. إذا توقف الجسم عن الاهتزاز يتوقف الصوت. يبقى عايز يقول لك when you touch your larynx, لو أنت لمست الحنجرة واتكلمت and speak, you feel, هتشعر ب vibrating أو moving of the larynx. أدي واحدة. الثانية, when you put your hand on the speaker, تحط ايدك على اي سماعه. ده انت حتى لما يكون في فرح ولا حاجه وسماعات قويه تحس بتشوف السماعه بتهتز, الاطار بتاع السماعه بيهتز. You produce sound, you find that the vibrating produce sound. يبقى اي vibrating بيطلع صوت. اذا توقف الفايبريتنج يتوقف الساوند. نيجي بقى لبعض ال changes of energy. زي ما قلت لك قبل كده ان الطاقه الانرجي ملهاش اي لازمه بشكل مطلق, لابد ان تتحول من صوره الى صوره. زي ما قلت لك انا عندي في البيت دينامو جنريتور بيطلع كهرباء.
بس للاسف ما عنديش اي جهاز بستفيد بيه. يبقى الكهرباء في حد ذاتها ليس لها قيمه الا اذا كان عندك اجهزه، الا اذا كان عندك اجهزه تحول بيها هذه الالكتريك انرجي الى ساوند انرجي في الموبايل او في الراديو او في التلفزيون، لايت انرجي في اللمبات، هيت انرجي في الهيتر او في الريفرجير الكونديشنز برضه هيت انرجي، عندي لايت انرجي او في التلفزيون برضه في اللايتس او في اللامبس. يعني لو ما كانش عندي هذه الاجهزه تصبح الكهرباء ليس لها اي لازمه. تعالى واحد خد الجنريتور ده وراح في الصحراء وشغل الجنريتور، طب هيطلع كهرباء هعمل بيها ايه؟ ملهاش. زي بالظبط واحد عنده ملايين وراح الصحراء لوحده، طب هيعمل ايه بالملايين دي؟ ملهاش اي قيمه. فلا بد يا جماعه من قيمه او اهميه الانرجي في ان اقدر احولها من فورم تو انذر فورم. تعال نشوف بعد كده ايه. اول حاجه زي احول البوتنشال انرجي انتو كاينيتيك انرجي، ودي قلناها في اول ما كنا بناخد هذا الليسن. قلنا ايه التانينج فورك؟ بص يا جماعه، في حاجتين في التوي كار، في حاجتين في التوي كار. ايه هي؟ وانت بتعمل روتيتنج، يعني نمبر 1 شوف نمبر 1 كده الرسمه الاولانيه، اون روتيتنج ذا سبرينج. وانت بتعمل روتيتنج بتلف السبرينج، بتلف الزمبلك، بتلف. دي عباره عن ايه؟ لفه كاينيتيك يتحول جوه السبرينج الى بوتنشال. يبقى وانا بلف السبرينج معناها الكاينيتيك او الطاقه الحركيه بتاعت ايديك وهي بتلف تتحول الى بوتنشال انرجي مخزنه داخل هذا التويكار. اهو روتيتنج، يو دو ا ورك، يو دو ورك ان ذا فورم اوف كاينيتيك انرجي. This kinetic energy change into potential energy stored in the spring. يبقى وانا يا جماعه بحاول بعمل روتيتنج لما بلف السبرينج دي عباره عن ورك كاينيتيك انرجي. هذه الكاينيتيك انرجي بتتحول الى بوتنشال انرجي مخزنه داخل التوي كور. طب امتى بقى يا سير بقى البوتنشال ترجع كاينيتيك؟ تعالى بقى سيادتك ايه؟ سيب ايديك اول ما يو ليف، شوف اون ليفنج، اول ما تسيب السبرينج تبدا البوتنشال انرجي اللي كانت متخزنه جوه التوي كار تتحول الى كاينيتيك انرجي والعربيه تتحرك. الله عليك. يبقى انا هنا في التوي كار دي يا جماعه فيها نوعين من التحولات، وانا لسه بعمل روتيت وانا لسه بلف التوي كار تتحول بوتنشال الكايتيك انرجي الى بوتنشال، والبوتنشال ستورد مخزنه داخل التوي كار. اول ما سيب ايديا ليفينج يور هاند اللي بيحصل تتحول البوتنشال اللي كانت جوه التوي كار ومتخزنه تتحول الى كاينيتيك وتبدا التوي كار تتحرك. واضحه دي يا جماعه؟ لو حد مش فاهمها من فضلكم يعمل رايس هاند، لو في حد مش فاهم دي يعمل رايس هاند لو سمحتوا. تمام، يعني معنى كده الناس فاهمها. يبقى انا عندي هنا في التوي كار عندي حاجتين، في تحول من كاينيتيك الى بوتنشال، ودي وانا بعمل روتيتنج وانا بملى السبرينج. بمجرد ما اسيب ايديا تتحول البوتنشال اللي كانت متخزنه ترجع كاينيتيك والاقي التوي كار موف. تمام، تعال نشوف الجيف ريزون اللي عندك تحت ده في صفحه 107. اون فيلينج، فيلينج يعني ملء، يعني روتيتنج ذا سبرينج اوف توي كار وين يو ليفت ات، يعني لو انت ليفت او ليت ات سبتها ليت ات فري ذا كار موف. طبعا وانا بعمل روتيتنج زي ما قلت لك الكاينيتيك بتحول الى بوتنشال. طب لو انا سبت ايديا يبدا البوتنشال اللي كان متخزن يرجع كاينيتيك. اقول له ديو تو تشينج. اهو بص الاجابه، بيكوز الستورد البوتنشال انرجي الستورد
it change into kinetic energy that causes the moving, the motion. انا ممكن ما لهاش كده اقول له ايه؟ هقول له due to it change the potential energy into kinetic energy. يبقى ليه لما اسيب ايديا lift your hand الكار موف ده ما ليه؟ بسبب ان البوتنشال اللي كانت متخزنه جوه تحولت الى كاينتيك انرجي والكار موف. طب نشوف الكلمتين سبيكر فيلينج ثم روتيتنج. تمام الكلمات سهله جدا واعتقد احنا خدناها قبل كده كمان. طيب نشوف لانا. اتفضلي يا لانا. تقرا وحضرتك اللي هي صفحه 106 الكلمات بتاعتها ايه عشان اه حاضر الكلمات بتاعتها قدامنا دي كده اللي هي دي كده اول حاجه تانينج فورك شوكه رنانه اوريجينيتد ينشا هاندل يد فايبريت يهتز تو برونجس اللي هي فرعي الشوكه الرنانه اللي هو الحتتين بتوع الشوكه الرنانه يا جماعه اللي هي دي ودي الفرعتين دولت تاب او تيب يخيط وودن تيبل يعني منضده خشبيه. خش بقى على صفحه 108 بيقول لي ايه هنا بقى؟ طيب نشوف مين سما. اتفضلي يا سما. حضرتك لما كنت بتقول تاب كان مكتوب يخيط او يخبط اه تيب اه سوري تيب اه تيب يخبط اه اسف اسف صح معلش اسف. تعال بقى نشوف مع بعض الحته بتاعت النوت دي. When you do work by spring انا الراجل جاب ايه؟ تعال نعملها مع بعض كده كتجربه مع بعض اهو. انا هفتح صفحه وبعدين هنشوف مع بعض التجربه دي. بيقول لي تعالى وانت جيت عندي سبرينج هو عباره عن سلك حلزوني سلك حلزوني اهو السبرينج اللي عندي اللي هو الراجل جابه لي ده كده اهو عامل كده ده السلك الحلزوني عادي جدا وبعدين قمت حاطط فيه ثقل وليكن هنا حاطه هنا كام؟ 5 كيلو جرام. اللي حصل هذا الثقل ادى الى تمدد هذا السبرينج وبعدين لما تمدد عمل وورك وهذا الورك ستورد في هذا السبرينج على شكل بوتنشال انرجي. بلاش ده تقول لكم حاجه ثانيه. لو جبت السبرينج ده كده يا جماعه وانا شديته بايديا عملته كده شديته اول ما شدته كده واول ما سيب يوم راجع مره ثانيه ايه ده ايه اللي حصل؟ وانا بشد السبرينج ده لتحت عملت وورك هذا الورك ستورد خزن في هذا السبرينج على شكل بوتنشال انرجي. اول ما انا سبت ايديا ليفت يور هاند على طول تحول هذا البوتنشال انرجي الى كاينتيك انرجي. يبقى ده تشينج البوتنشال الى كاينتيك او الكاينتيك الى بوتنشال. طبعا الكاينتيك بوتنشال وانا بعمل ايه؟ روتيتنج او فيلينج ذا سبرينج وانا بملى الزمبلك ده الكاينتيك بتاعت ايديا اتخزيت جوه على شكل بوتنشال. لما اسيب ايديا تبدا البوتنشال اللي كانت جوه تتحرك الى كاينتيك مره ثانيه. ده اللي هو الاكزامبل اللي عندي هنا ده يؤكد ان التحول الكاينتيك الى بوتنشال والعكس. سيبك من الاكزامبل ده الاكسرسايز ده سيبك منه ما فيهوش مشكله. خش على نمبر 2 بقى تشينجينج كاينتيك انرجي انتو other forms of energy. عايز الكاينتيك كلمة يا جماعة كاينتيك زي ما اتفقنا يعني ايه؟ يعني حركة. كلمة كاينتيك انرجي يعني طاقة حركية. هحول هذه الطاقة الحركية إلى أنواع عدة من الإنرجي. طب إزاي؟ أول حاجة أو عندك بقى في الكتاب اللي هو إيه؟ إن أحول الكاينتيك انرجي إلى ساوند أو هيت أو إلكتريك. تعالى بقى نشوف الكلام ده موجود عندي زي أهو. نمبر 1 اتشينج الكاينتيك انرجي الى ساوند. طب ازاي دي بقى؟ قال لي يا سلام انت لما تسيادتك تجيب اي اله موسيقيه فايلون جيتار نقد انزادور دي كلها عباره عن تحول من حاله الى حاله.
اتفضلي يا لان. سيرة وحضرتك 180 فيها حبس؟ ال 108 هنقول بس الكلمتين اللي فيها بس، انا عندي الحفظ اللي فوق بس اللي هي ايه يعني تعتبر ما فيهاش حفظ خالص غير الجزء اللي تحت اللي هي ايه التشينج الكاينتيك الى احد انواع الانرجي الثانيه اللي هو من كاينتيك لساوند، من كاينتيك الى هيت، من كاينتيك الى الكتريك، والكلمات اللي هي فايس فيرسا العكس بالعكس، يعني من بوتنشال لكاينتيك ومن كاينتيك لبوتنشال اسمها فايس فيرسا. ثم بريسنج اللي هو الضغط، ثم نورمال يعني طبيعي. ده بس الكلمات اللي عندي والحفظ بس اللي هو التيبل اللي تحت عندك تحت خالص ده هو تشينج الكاينتيك انرجي الى اذر فورمز منها ساوند منها هيت منها الكتريك. اول حاجه الساوند زي ما احنا قدامنا كده. الساوند عشان احول الكاينتيك الطاقه الحركيه الى ساوند والله مش محتاجه اي شرح. انت سيادتك لما تخبط بايديك على اي حاجه بتطلع ساوند. نوكينج نوكينج ان ذا دور، لما اخبط على الباب يطلع صوت. حركه اي اله موسيقيه زي الجيتار او الفايلون. انت سيادتك لو جبت استك وشديته كده بايديك كده وحركت عملت عليه بصباعك هيطلع صوت. كل ده عباره عن ايه؟ عباره عن كاينتيك انرجي. ما هي ايديك دي ما دام بتتحرك يبقى كاينتيك، ولما حركتها وخبطت على الباب او خبطت على الجيتار او اي اله تانيه او على الطبله على الدرام، درام خبطت على الطبله، كل ده الكاينتيك بتاعت ايديك نتيجه حركتها لما خبطت طلعت ساوند، يبقى انا كده حولت الكاينتيك انرجي الى ساوند انرجي. تعال نشوف الكلام ده، الراجل جايبه لي كده في تجربه اهو عشان اثبت الكلام ده عندك في صفحه 109. اعمل زي الكلام ده ازاي؟ قال لي والله جيب استك اهو، جيب اي خشبه ومسمارين واربط فيهم استك اللي هو رابر باند اللي هو خيط مطاط، وبعد كده سيادتك شده شده كده هيعمل ادي الصوت زي ما عملنا بالظبط في الرولر اللي كانت موجوده على التيبل. هي نفس القصه، هنا ايديا بتحرك هذا الرابر باند اللي هو الاستك المطاطي، معنى كده في كاينتيك، الصوت على طول بيطلع يبقى في ساوند، يبقى انا كده حولت الكاينتيك انرجي الى ساوند انرجي. وتعالى نشوف الحته اللي كيب، الحته اللي جايه هي اللي كيب يا جماعه اهو. كاينتيك انرجي اون ذا رابر باند اتشينج انتو ساوند انرجي. ليه الكاينتيك اتحولت الى ساوند؟ لان الكاينتيك عملت فايبريشن ديو تو فايبريشن اوف رابر باند. يبقى اي حاجه بتهتز ليه الكاينتيك حولت الى ساوند؟ لان الكاينتيك انرجي بتاعت ايديا ادت الى فايبريشن اوف اوبجكت. اي جسم يا جماعه بيهتز ينشا عنه صوت، يبقى كاينتيك انرجي اوف ذا رابر باند اتشينج انتو ساوند انرجي. ليه؟ due to vibration of rubber band. يبقى هنا عايز ياكد لي ان ايديا حركه ايديا تحولت من كاينتيك حركه الى ساوند صوت، لما اخبط على الدور على الباب، لما احرك الجيتار اللي هو الرابر باند بتاع اي جيتار او فاين او اي حاجه، لما اضرب على الدرام، كل دي عباره عن ايديا بتتحرك يبقى كاينتيك. الكاينتيك ادت الى صدور ساوند، يبقى تحول الكاينتيك انرجي الى ساوند انرجي. هذا اول نوع من تحولات الطاقه. كلماتك فايلون فيكس يثبت، جيتار توي يربط، ثم نوكينج اون ذا دور، ثم رابر باند اللي هو الاستيك او الشريط المطاط. يبقى دي اول حاجه تحول الكاينتيك انرجي الى ساوند انرجي. كاينتيك انرجي الى ساوند انرجي. طب هل يا سير ممكن احول الكاينتيك انرجي الى هيت؟ ياه، كلنا بنعمل هذه الحركه. ازاي يا سير؟ اقول لك ازاي. انت سيادتك في الشتاء بتعمل رابنج يور هاند، لما ايديك تحتك مع بعضها ادي كاينتيك، عمال تحرك ايديك كاينتيك كاينتيك، على طول تتحول هذه الكاينتيك انرجي الى هيت انرجي وايديك تسخن،
يبقى كده حولت الكاينتيك انرجي انتو هيت انرجي بمنتهى البساطه. كمان هامرنج اور ا بيس اوف اير، لو انت جبت شاكوش ومسمار وقعدت تخبط على المسمار هنا هامرنج تضرب عليه على طول وتمسك المسمار على طول بعدها تلاقيه سخنه، ده نتيجه ايه هنا؟ الكاينتيك تحولت الى هيت انرجي. كمان لما تنزع ريموفينج انيل فروم ا بيس اوف وود، لما تيجي تشيل مسمار من حته خشبه وتقوم شده بسرعه كده تمسك المسمار تلاقي المسمار سخنه، يبقى الكاينتيك تحول الى هيت انرجي. يبقى هنا انا اقدر احول الكاينتيك انرجي الى حاجتين، الى ساوند انرجي لما اعمل فايبريتنج للرابر باند، هذا الفايبريتنج او نوكد ان ذا دور او على الدرام ده يتحول من كاينتيك الى ساوند. اقدر احول كمان الكاينتيك الى هيت نتيجه ايه؟ رابر يور هاند توجذر يطلع هيت، هامرنج ا بيس اوف اير يطلع هيت، ريموفينج انيل فروم ا بيس اوف فود يطلع برضه هيت انرجي. ويبقى الحته اللي انا بقى هحفظها اول حاجه الاكزامبلز، يبقى الاكزامبلز بتاع تحول الكاينتيك الى هيت هحفظها، رابر يور هاند هامرنج ا بيس اوف اير ثم ريموفينج انيل from a piece of food. ادي واحده. الجزء الثاني اللي هو give reason. On rubbing your hand together you feel warm. On hammering a piece of iron it become hot. كل ده نتيجه ايه؟ It change the kinetic energy الى heat energy. Kinetic energy الى heat energy. طيب.